سبحان الله العظيم الذي غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي، فتكلمت ببياني. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له، تعالى الله ذو السلطان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى، ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. أمشاطهم ذهب ورشعهم فمسك خالص، يا ذلة الحرمان. هذا وسنهم 30 مع 30 التي هي قوة الشبان. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة، نوعان مختلفان. وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص عقيان. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. والطين مسك خالص أو زعفران، جاء بذا أثران مقبولان. حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمآن. وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة، وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان، واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان.